مثال اثنين يا سابع، ما يكون معطيني العملية الحسابية وأنا أحول العملية الحسابية لاقتران. يعني بمثال رقم واحد كان الاقتران جاهز معبر عنه بتعبير جبري أو بالرموز أو بالأعداد الثوابت والعمليات الحسابية. بمثال اثنين بالعكس، بمثال اثنين أنا بدي أحول هاي الصورة اللي بيكون معطيني إياها على صورة اقتران أو على صورة معادلة. يلا نقرأ مثال اثنين الموجود بصفحة 91 مع بعض. بحكي لي اكتب قاعدة كل اقتران مما يلي على صورة X كما في المثال كسهم ثم على صورة معادلة. يعني أنا بدي أحول هاي الصورة على صورة اقتران، يعني بدي أحوله على صورة تعبير جبري بعمليات حسابية. كيف؟ نطلع رقم واحد، بقول لي رقم واحد الـ X عملها عملية حسابية. شو هي العملية الحسابية؟ إنه ضربها بستة ثم طرح منها اثنين. من وين جبتي هذا الحكي؟ بس هي مكتوب، مش ما جبته من عندي. شو حاكي؟ انه الاكس. شو عملت الاكس؟ صار لها اشي عمليات حسابية. شو هي العملية الحسابية؟ انه الاكس هيها اقرأها زي هي مكتوبة، الاكس ضربها بستة ثم نقص منها اثنين. هذا الحكي اللي حكيته انا بدي اكتبه بالرموز عشان احوله لاقتران. اذا بحكي له واي تساوي، يلا مش هذا اقتران، اذا واي تساوي كيف بسمي اقتران؟ حكينا بنحول التعبير الجبري الى متغيرات ورموز وبناتهم عمليات حسابيه وثوابت بناتهم عمليات حسابيه ثم بساويها بالواي فبصير اسمه اقتران. اذا الواي تساوي، يلا هلا بدي احول هذا التعبير هذه الرموز والثوابت الى تعبير جبري بناتهم عمليات حسابيه، فزي ما قراتها هلا بحولها الى رموز. اكس شو عملت لها؟ الاكس ضربتها بستة، اذا ضرب ستة ثم طرحت منها اثنين، اذا ناقص اثنين، اذا واي تساوي اكس ضرب ستة ناقص اثنين. بس بالعادة يا سابع في الرياضيات لما يكون متغير، انتبهي على الملاحظة اللي بحكي عنها، متغير وبجنبه على طول عدد بيناتهم ضرب، دائما بتحول العدد بصير قدام المتغير أمام المتغير وبستغني عن عملية الضرب. إذا لما يكون متغير وجنبه عدد وبيناتهم عملية ضرب بمسك العدد وحطه قدام المتغير وبمحي عملية الضرب وبفهم تلقائي إنه العملية الحسابية اللي بيناتهم ضرب. يعني شو بتصير؟ يعني بتصير 6 إكس على طول، بفهم لحالي انه الاكس والست بناتهم ضرب بدون ما اكتبها زي بهذا الشكل، واكملها ناقص 2، اذا واي تساوي 6 اكس ناقص 2، هي الاقتران جاهز. نشوف رقم 2، يلا نحولها. شو عامل هون العملية الحسابية؟ حكى لي اكس، شو عمل لها الاكس؟ جمع لها 9. بعد ما الاكس جمع لها 9 كله شو عمل فيه؟ ضربه بخمسة. اذا واي تساوي الاكس، هيها زي ما هي مكتوبة، الاكس بدي أجمع لها 9، إذا زائد 9 بعدين أضربها بخمسة. مين اللي أضربها بخمسة؟ 9 اللي أضربها بخمسة؟ لا، ولا مين اللي أضربه بخمسة؟ يمس ناتج الجمع، الإكس ده أجمع لها 9، وبعد ما الإكس أجمع لها 9 وأخلص كل هاته شو بدي أعمل فيه؟ بدي الناتج الجواب أضرب بخمسة، معناته بدي أحط قوس عشان يفهم اللي بيقرأ إنه بعد ما تجمع الإكس للتسعة لو عوضت مكانها الجواب كل هاته أضربه بخمسة وليس 9 أضربها بخمسة، كل الجواب رح أضربه بخمسة. إذا الواي يساوي قوس إكس زائد 9 كلياتها مضروبة بخمسة. شفت مسهلها وبسيطة؟ حولت من شكلها كما هي مكتوبة في الأرقام والرموز إلى اقتران على صورة قاعدة جاهزة. يعني هون بكون معطيني العمليات الحسابية والرموز اللي أجراها وأنا حولتها بس بالرموز. نشوف تحقق من فهمي. يلا سهلة وسريعة، الإكس شو عمل فيها؟ جمع لها 8، وبعد ما الإكس جمع لها 8 وطلع الجواب كامل ضربه باثنين. اذا واي تساوي الاكس ده اجمع لها 8، وبعد ما اجمع لها 8 بعدين اضرب باثنين، عشان هيك حطيت اقواس. هون بيفرق، هون الاكس ضربها بستة، الاكس ضربها بستة بعدين طرح 2، بس هون جمع للاكس 9 وبعد ما جمع ضرب بخمسة. اذا الاكس جمعت لها ب 8 وبعد ما جمعت لها 8 ضربتها ب 2، اذا واي تساوي اكس زائد 8 مضروبة في 2. نشوف الثانية، اكس بدي اطرح منها 1، اذا اكس ناقص 1، اذا واي تساوي اكس ناقص 1، وبعد ما الاكس اطرح لها من اطرح منها الواحد بضرب كل الناتج ب 6، اذا القوس كلياته
كامل راح أضربه بستة، إذا الإكس راح أنقص منها واحد، وبعد ما أطرح منها واحد كل الجواب راح أضربه بستة، إذا واي تساوي بين أقواس إكس ناقص واحد ضرب ستة. نكمل يا سابع، بدي تفتح لي كتابك على صفحة 92 عند مثال رقم 3. بصفحة 92 عند مثال رقم 3، هلأ مثال رقم 1 كان تكون قاعدة الاقتران جاهزة، مثال رقم 2 تكون المتغيرات والأعداد والعمليات الحسابية جاهزة وأنا أحولها للاقتران. بمثال رقم 3 لا معطيني أرقام ولا معطيني متغيرات ولا معطيني عمليات حسابية، أنا بدي أستخرج قاعدة الاقتران من خلال الملاحظة بين العلاقة بين المدخلات اللي هي الإكس وما بين المخرجات اللي هي الواي، بعد ذلك أنا أطلع قاعدة الاقتران. إذا بعيد بمثال رقم 3 راح يعطيني أرقام ولا راح يعطيني متغيرات ورموز ولا راح يعطيني عمليات حسابية، أنا لحالي بدي أستخرج قاعدة الاقتران من خلال ملاحظة العلاقة بين المدخلات في بعض وبين المخرجات ببعض، ثم أربط علاقة بين المدخلات والمخرجات مع بعض عشان أوجد قاعدة الاقتران. هذا اللي بحكي عنه، رح تفهم علي شو بحكي فيه من خلال تطبيق مثال رقم 3. نقرأه مع بعض. مثال رقم 3 الموجود بصفحة 92 بحكي لي يبين الجدول المجاور قيم المدخلات والمخرجات لاقتران ما. بدي أصف هاي المدخلات والمخرجات بالخلال الكلمات لقاعدة الاقتران، ثم أكتب قاعدة الاقتران. طلع عندي هون يا سابع عندي جدول، هذا الجدول في عندي المدخلات اللي هي عبارة عن X 1 2 3 4، المخرجات اللي هي عبارة عن Y سالب 1 2 5 8. عشان توجد قاعدة الاقتران بدل هذا الحكي كليات المشروح هون ما إله داعي، أنا بدي أعلمك هالطريقة. طلع عندي أول إشي بتطلع على المدخلات، ماشي؟ شو هي المدخلات؟ اللي هي قيم X اللي عوضها مكان قيم X، أول مرة X1، ثاني مرة X2، ثالث مرة X3، ورابع مرة X4. أوجد العلاقة ما بينهم، أول إشي الإكسات مع بعض. إيش بتلاحظ؟ إنه كانت واحد صح؟ شو صارت؟ اثنين، بعد اثنين صارت ثلاثة، بعد الثلاث صارت أربعة. إذن بلاحظ إنه هاي الأرقام قاعدة متباعدة بمقدار واحد، إذن بحط رقم واحد فوق، إذن هاي المدخلات متباعدة عن بعضها بمقدار واحد، يعني كانت واحد صارت اثنين صارت ثلاثة صارت أربعة، إذن متباعدة عن بعضها بمقدار واحد. تاني خطوة بتروح تطلع على المخرجات اللي هي عبارة عن الواي، ماشي؟ بدي أوجد العلاقة ما بينهم، أشوف بمتباعدة بمقدار كم. كانت سالب واحد صارت اثنين، سالب واحد كيف بتصير اثنين؟ سالب واحد أول إشي لما أجمع لها واحد بتصير صفر، طب لما أجمع لها اثنين السالب واحد لما أجمع لها اثنين بتصير واحد، طب السالب واحد لما أجمع لها ثلاثة بتصير اثنين. هاي نتأكد على خط الأعداد. هلأ لما أكون أنا هون سالب واحد، لما أكون عند السالب واحد وأوصل عند التنين كم خطوة مشيت؟ هاي أول خطوة مشيتها، لما مشيت خطوة واحدة من سالب واحد للصفر مشيت خطوة واحدة وصلت الصفر، لما مشيت خطوتين وصلت الواحد، لما مشيت ثلاث خطوات وصلت التنين. إذن السالب واحد كيف بتصير اثنين؟ لما أجمع لها ثلاث. إذن السالب واحد متباعدة عن الاثنين بثلاث خطوات، الاثنين متباعدة عن الخمسة بثلاث خطوات، الخمسة متباعدة عن الثمانية بثلاث خطوات. إذن المخرجات متباعدة عن بعض بكم؟ بثلاث خطوات. إذن حط لي رقم ثلاث فوقها. إذن أول خطوة وشفت قديش كيف المدخلات متباعدات عن بعض، الإكسات كيف متباعدات عن بعض، لقيت إنهم بيتباعدوا عن بعض بمقدار واحد، حطيت رقم واحد فوقهم. جيت اطلعت على المخرجات اللي هو عبارة عن الواي، لقيت إنه المخرجات متباعدة عن بعض بمقدار ثلاثة، كيف عرفت هاي الخمسة كم تبعد عن الثمانية؟ كم تبعد عن الخمسة ثلاثة؟ الخمسة كم تبعد عن اثنين بثلاثة؟ عشان إذا ما عرفت الاثنين كم تبعد عن سالب واحد بقدر أوجدها من خلال هاي القيم اللي تحت. إذا لقيت إنه القيم المخرجات الواي متباعدة عن بعض بمقدار ثلاث فحطيت رقم ثلاث فوقها. شايف هاي الأرقام اللي فوق اللي طلعتها؟ أضربها ببعض. إذا بعد ما تضربها واحد ضرب ثلاث كم الجواب؟ طلع عندي ثلاثة، ماشي؟ إذا بلاحظ إنه أول عملية حسابية رح أوجدها لقاعدة الاقتران بحكي إكس، راح هيها قيم إكس، شو عملت؟ هاي قيم إكس، الواحد هي تعبر عن قيم إكس، إكس ضربتها في ثلاثة، إذا أول مرة ضربتها في ثلاثة، إذا إكس
ضرب 3، هي أول عملية حسابية. بعد ما توجد أول عملية حسابية أو أول قاعدة في العمليات الحسابية بدي أوجد العلاقة. هلأ خلينا نجرب. تمسك بعد ما وجدت العلاقة، هي أول واحدة إنك ضربت 3، تمسك كل قيمة اللي هي 1، واحدة واحدة بجرب عليها، بقول لحالي 1 أضربها ب3، مش إحنا كل إكس بدنا نضربها ب3، خلينا نجرب الإكس الأولى، الإكس الأولى أضربها ب3، 1 ضرب 3 3، صح؟ يساوي 3. طب الجواب كم طلع عندي؟ -1. طب كيف 3 بتصير -1؟ بحكي 3 بتصير -1 لما أنقص منها 4، صح؟ إذن 3 بتصير -1 لما أنقص منها 4. طب خلينا نجرب للإكس الثانية. هلأ إكس حكينا كل إكس شو بنعمل فيها؟ كل إكس نضربها ب3. يلا 2 ضرب 3 طلع معاي جوابي 6، إذن يساوي 6. طب يا مس أنا طلع معاي الجواب 6 بس طلعت عنده 2، كيف 6 بتصير 2؟ لما أنقص منها 4، إذن 6 رح أنقص منها 4 بتصير 2. خلينا نجرب لما X تساوي 3. يب X تساوي 3، هلا حكينا شو نعمل للإكس؟ بنضربها في 3، 3 ضرب 3 اللي تساوي 9، طلع معاي الجواب يا مس 9. طب كم الجواب لازم يطلع معاي؟ 5. كيف بخلي 9 تصير 5؟ بنقص منها 4.